فقر مدقع، سكان يعيشون في القبور، اقتصاد منهار، وأفواه مكممة. إنها إيران السعية إلى تأسيس إمبراطورية فارسية جديدة على حساب دول الإقليم المحيطة بها وعلى رأسها سوريا، عبر نشر التشييع ومحاربة التسنن، عبر الإغراءات المالية وشراء الولاءات، وأخيراً عبر الإجبار بواسطة الميليشيات الصفوية المنتشرة على تراب سوريا من أقصاه إلى أقصاه. منطقة شرقي الفرات واسطة العقد في مشروع الهلال الشيعي الإيراني وطريق إيران نحو تأسيس إمبراطوريتها. لماذا؟ لأنها نقطة العبور الرئيسية بين العراق وسوريا ولبنان، هذا فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يربط إيران بساحل البحر الأبيض المتوسط. بسط السيطرة على هذه المنطقة يعني اكتمال الهلال الشيعي الإيراني والحصول على ورقة ضغط قوية من شأنها إحراج الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع تهديد الوجود الكردي هنالك. في دير الزور والبوكمال والميادين تقوم إيران عبر خطة محكمة بتشييع المنطقة مستخدمة قوتها الناعمة والخشنة معاً. تبني المدارس والمراكز الثقافية التي تفرض فيها تعليم الفارسية والمذهب الشيعي الإمامي، تشتري ولاء الزعامات القبلية، وتقدم مئات المنح الجامعية للدراسة في جامعات نظام الملالي في قم وطهران، حيث تجري عمليات غسل أدمغة الطلبة السوريين، ترغم الأئمة والمؤذنين بالترهيب والترغيب على رفع الأذان الشيعي بالمساجد، تستجلب الأسر الشيعية من العراق وإيران وتبني لهم المنازل ضمن استراتيجية استيطانية متكاملة لقلب المعادلات الديموغرافية لصالحها. في البوكمال والميادين استجلبت ميليشيات الحرس الثوري مئات الأسر من عائلات المقاتلين الشيعة في العراق ولبنان وقامت بتوطينهم في منازل انتزعتها لهذا الغرض. تقوم إيران بعملية تطهير طائفي واسعة النطاق في الشرق السوري بتواطؤ مع نظام الأسد المجرم. فإذا كان طريق القدس يمر من حلب، فهل يبدأ بناء الهلال الشيعي من الشرق السوري يا ترى؟